حبايبي حبايبي حبايب البروفيسور كرم انيس استاذ اللغه الانجليزيه بالولايات المتحده الامريكيه ومترجم لدى الولايات المتحده الامريكيه. حبايبي اهلا وسهلا بيكم. اهلا اهلا. عندنا verb die اللي هو يموت. لما مثلا هتلاقي زعبولة بيحب سعدية او نفوسة فبيقول لها انا بموت فيكي، انا بموت فيكي ديت، يعني هو مش هيموت عشانها لكن هو تعبير دارج في العامية المصرية، يعني انا بحبك. كذلك في اللغة الانجليزية It is a very common phrase used to emphasize how much you wanted to do something. في حاجة في اللغة الإنجليزية، جملة في اللغة الإنجليزية بنأكد عليها عشان بتبين أنت عايز تعمل إيه بالظبط. For example, كمثال dying plus two plus verb dying معاها to بيجي بعديها verb. I'm dying to see a new movie. يعني أنا هموت عشان أشوف الفيلم الجديد. معناها مش كده خالص، معناها I really want to see a new movie، يعني أنا عايز أشوف الفيلم الجديد. Dying for plus noun. Dying بيجي بعديها حرف الجر for، بيجي بعديها noun. مثال I'm dying for a drink of water، يعني أنا عايز أشرب مية. هموت عشان أشرب مية؟ لا، ده معناها I really want a drink of water، يعني أنا عايز أشرب مية. تعال كده نشوف verb die. verb die دوت بيساوي إيه في اللغة؟ يعني what is the synonym of the verb die؟ معناه إيه verb die دوت؟ أولا بيساوي expire، بيساوي perish. ده معنى verb die. ممكن برضو تقول drown، دول اللي هم معاني verb die. تعال كده نشوف عكس verb die. What is the antonym of the verb die؟ عكس verb die ده ايه في اللغة؟ واحد continue، grow، be born. ممكن تقول كمان improve، ممكن تقول كمان peer، peer. كل دول معناهم verb die. ومن نفس الverb دوت أخرج two different idioms. رقم واحد kick the bucket. kick the bucket ده بيساوي die، يعني يموت. وkick the bucket دوت بيساوي في اللغة bite the dust، يعني برضو يموت. bite يعني عض التراب، معناها يموت. وبرضو بتساوي pass away، وبتساوي pass on، وبتساوي go to the wall. كل دول بمعناهم verb die. أخرج برضو من verb die دوت deceased. deceased يعني المتوفي. متوفي دوت معناه باللغة الإنجليزية يعني no longer living، يعني مش عايش، واحد مات. ده لو انت مستواك مبتدئ أو متوسط اللي أنا قلته ده يناسبك. لكن لو انت هتعمل امتحانات زي الآيلز أو زي التوفل، في كلمة مهمة جدا وهي كلمة posthumous. posthumous posthumous يعني after death، بعد الموت. ومن هنا أخرج منها كلمتين بتساوي كلمة posthumous وهي post mortem. post mortem يعني بعد الموت. والكلمة التانية هي post
mortal, post mortal يعني بعد الموت. طب يا بروفيسور دلوقتي كلمة death اللي هي الناون من die لازم اعرفها باللغة الانجليزية. هقول act of dying اللي هو فعل حدث الموت, او termination of life يعني نهاية الحياة. كده انت عرفت معاني كلمة او verb die ومعانيها وكلماتها وبتساوي ايه في اللغة. بس دلوقتي لازم عشان تبقى مثقف في اللغة وتكون متمكن جدا من اللغة, verb die دوت هروح الى الحضارة المصرية القديمة, هلاقي لوحة اسمها لوحة المحاكمة اللي هي The Ancient Egyptians Judgment of the Dead. The Ancient Egyptians Judgment of the Dead اللي هي لوحة المحاكمة. كده انت بتربط verb die بالأحداث الجارية أو بالتاريخ أو حدث تاريخي حصل. كده انت بتكون مثقف في اللغة. خلي بالك انت مع البروفيسور. Knowledge is power. المعرفة قوة.